وقالوا قدم الأحنف والمنذر ابن الجارود الشام، فرشى المنذر حاجب معاوية عشان يشوف إيه حجاب معاوية. رشوة، كل المسائل رشوة وفلوس كذا، هذه الدنيا كلها كانت والعياذ بالله. فرشى المنذر حاجب معاوية ب4000 درهم على أن يدخله قبل الأحنف ابن قيس. فدخل المنذر قبل الأحنف، الأحنف هذا وراي يا حبيبي ألوف الرجال، بإشارة من يدها كذا قال لك ما في، سيد عظيم جدا هذا، طبعا تلميذ علي هذا كان معاه في صفين. فقال معاوية الحاجب كيف قدمت منذرا على الأحنف؟ فحدثه الحديث قال أعطيني 4000. ما شاء الله عليه، أمير مؤمنين هذا، شفت أمير مؤمنين أمين على أموال الأمة وعلى دين الأمة وعلى قيم الأمة. رشوة، قال له أعطيني 4000، فأنا دخلته قبل الأحنف. فضحك معاوية وقال لا تعد، ما عندناش مرة ثانية، دخلت بس زي ما شاف ابنه بسكر لا يزيد. حنجيب تاريخ ابن كثير هذه، حنجيبها موضوع الخمر. بسكر ما غضب ولا ضربه، ليش؟ ما هو بسكر، كان هو بسكر حديث احمد وابو داود، هو كان بسكر، لكن ابنه بسكر قدام الناس عيني عينك برضه كذا، قالوا لا في الليل، في الليل، الليل اخفى للويل، مش الان، في الليل اسكر ما فيش مشكله، الحين لا. وهكذا حتى قتل الناس، سياتيكم قتل الناس بالخفيه في المعارك، نبعثهم نخلص عليهم ما حدا بيعرف. شيء رهيب، امين على ايه؟ على قيم الامه. طيب